انا النهارده الصبح بخصوص الاجازه وكده، وبصراحه يعني كنت بفكر احور عشان تمضيها لي. ولا تحور ولا تعمل اي حاجة، انت لما تعوز حاجة قول لي وانا والله العظيم هعملها لك. لا يا جماعه انتوا مش فاهمين، ده انا كنت هعمل مصيبه. ده اسمعوا دي، طيب اسمعوا. ايه يا لولو في ايه؟ لا لسه ما قلتش، لسه ما قلتش. ايه اللي حصل؟ انت بتضحك يا حبيبي. ده انا كلمت واحد صاحبي قلت له يضرب لي تحاليل عشان اجي احور عليكم بيها انا عشان تمضوا لي الاجازه. انت قلت ايه يالا؟ ايه ايه كنت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ مبلغ صغير. ها؟ ها؟ هدير ايه؟ عايز ايه؟ هو انا ايه اللي مقعدني مع الموظفين لسه جايين يقدموا على شغل؟ هو انت مش عايز تشتغل في الشركة؟ انا اوريدي شغال في الشركة. كنت كان زمان وجبر يا بياعة، لكن خلاص بقى انت دلوقتي قدمت استقالتك. ايه بس يوسف رفضها ورجع قبلها لما عرف اللي انت عملته، وقال لو علاء عايز يشتغل في الشركة تاني يقدر يدخل انترفيوز من الاول. وهقابل مين بقى ان شاء الله؟ لبنى، ولو تخطيتها هتقابل باشمهندس يوسف. هبدا بلبنى؟ حد يبدا بالوحش في اول مرحله؟ ما انا كده عمري ما هوصل ليوسف. ايه يا هدير؟ ايه يا باشمهندس؟ يوسف يوسف، ايه اخبار الانترفيوهات؟ كله تمام باشمهندس يوسف. طيب احنا عايزين عدل، انا مش عايز كوسه خالص. ها، اهم حاجه يكون مهندس محترم. طبعا يا باشمهندس، اهم حاجه الاحترام. طيب ابي تابعيني بالاخبار. حاضر باشمهندس يوسف. جود لك يا جماعه. لذيذ. نعم. هو انت هتيجي تقدم لي رسمي امتى بقى؟ مش هينفع دلوقتي. ليه ان شاء الله مش هينفع؟ عشان وفاة علاء. انت هتستهبل، ما احنا عرفنا ان هو بيحور. وانا كمان. تعالى يا لذيذ، كفايه رخ. اوكي. كمان ايه؟ عندك حالة وفاة؟ بقاء لله. ايه يا شباب؟ باشمهندسة علاء؟ باشمهندسة علاء؟ علاء؟ علاء علاء. اه سوري عشان قريتها بالانجلش. اهلا، ازيك يا علاء؟ ازيك يا لبنى؟ لبنى؟ اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل، عندك انترفيو. لو اتاخرت جوه اكتر من نص ساعه كلمي البوليس، وده رقم ماما، قولي لها علاء كان بيحبك قوي.